بونجور شباب، ممكن الكواليتي مختلفة شوية، ما تلومونيش، أما مش مشكل. اليوم هو آخر يوم لينا في الجزيرة ذي متاع ساكينثوس، ومشين طويقة باش نعملوا هكا طلة. قالك ثم ذي أكثر شط معروف في اليونان، وإحنا يعني ولا هو باش يحصل له الشرف اللي إحنا ماشيين له. ومن بعد ثم بلايص هكا تنجم تقشر منهم، يعني كما إحنا نقولوا، باش نمشيو نكتشفوهم. شو آخر بلو كيفز؟ ثم بلو كيفز قالك هذا هو الشط اللي حكيت لكم عليه. شو اسمه الاخر؟ نوفاتشيو حاجه كيما هكا. شوفوا معانا الشباب، هذوما هما البلو كيفز كيما قاعدين تشوفوا، وهذا هو الشط اللي حكيت لكم عليه. فيه مي يهب الشباب، يعني المي لونه تركواز. هو زاد هذيا من في اخرى، هذيا من فوق. صح كما قال لكم السيد، ماشيين باش نبدلوا الباص تويكا. دونك فوالا، يعني شوفوكم بعد، شوفوكم كي نبدلوا الباص. يلا نعملوا فاجا كيما تاع الفلوق هكاك، هو حط يدو على الكاميرا، من بعد كي نحيها تلقى روحك وصلت في بلاصه اخرى. عرفتكم كوا ووب فاز الفلوق مره اخرى، والله ما نخرجها من خشوميت لما نكركوا في زبور. ما الفاز ركبنا طويك احنا في الباص كيما تشوفوا، منطلقين يعني لل ماشيين البرد اللي باش ناخذوا بيه البطو اللي باش يهزنا للبلايص اللي حكيت لكم عليه. نوريكم شويه الفيو من قدام، نوريكم الكياس. باز ما شفتوش كياس من قبل، خلينا نوريكم. فوالا، فهمني، عندهم برشا زيتون زاده كيما تونس. نبه هكا، وذاك هو، نشوفوكم بعد شويه. يلور شباب، رجعنا لكم. وصلنا للزكيه ولا زكيه ولا شو اسمها. منظر سامحوني ماكم تشوفوا لحظه، والله يا ما تخيبش كبلاص الحق. عندك اربع باراسولات، مش كبير برشا الشط، اما مزيان. حاسي لو قالك باش نستناو شويه بعد 40 دقيقه تعاود جي يعني، ولا جي البطو بلوتو اللي باش يهزنا الاماكن الاخرين. فهمتني به، اما لا نشوفكم بعد. باي باي. اذا وصلنا الشباب تويكا للبرد كما تشوفوا، مفروض شوية اخرى يعني، ويجي القارب اللي بشي هزنا على متنو الشاطئ الاحلام. فهمتني، ومن بعد كما قلت لكم فما شوية كهوف، يعني ثم كهوف في المي باش نزوروهم. وفوالا، باش تكون اول رحلة لي انا نتصور على قارب. لما حقلك تجي تشوف احنا جينا للجزيره ذي على بابور زيادة، ما مش حاجه صغيره كم من هذوما يعني. ومن بعد ثم بلاصه قالك النجم نقشروا منها، باز حكيتها لكم المعلومه ذي اكثر مره، ما مثالش نعاودها لكم. متحمس برشا للشيء هذاك، ابارامو عاليه، ابارامو فيها على الاقل 13 14 متر، ومش عارف انا يعني. ان شاء الله ما نتراجعش يعني، ان شاء الله ما نكونش كل قحبه، ان شاء الله كنت حط قدام الامر الواقع النقز. وانتم بيان سور تعرفوا بعد شويه النتيجه نتاع الشيء هذا. باي باي. يلا شباب، وصلنا كما تشوفوا. كنت نبحر غادي، وهذه يبدو انها السفينه اللي معروف بها الشط. ابارامو هي غرقت في وسط البحر، ما هما كركروها على الشط. فهمتني، هكا جوست باش تجيب لهم اكثر توريست كما قاعدين تشوفوا. ابارسا الجبل هذاك اللي ورايا الكل
الشباب قال كي نقزوا من غادي من فوق يهبطوا بالباراشوت على الشط، ثم زوز ولا من عارش تبعوا أكثر من زوز نقزوا من غادي ولقاوا حدفهم يعني هبطوا ديركت للعالم السفلي. أما الحق باهي الشط زبورة، أما كما قلت لكم الله غالب برشا بابورات فزدوها الحكاية بيه وكاو فهمتني. أما تجربة تجربة ما تخيبش، تجربة ما تخيبش فهمتني. مانيش متأكد هل أنكم سمعتوا كلامي ولا بازر أو شتركم يلوجوا على الزبابر وكذا وعينيكم مرشوقة في الترم والبزول. ربي يهديكم شباب، ربي يهديكم. أترضاه لأختك. يلا الدراري وصلنا للبلو كيف زي الدراري، وقالك باش ندخلوا وقالك ما تحطش يديك لهني ويمني، قالك ما كل شيء الداخل، وقالك لربما لربما البطو باش يضرب شوية على جناب دونك ما تخافوش كان صار الشيء هذا، وان شاء الله التليفون ما يطيحش هذه اهم حاجه. يلا بسم الله ادخل بساكي قل لي مين وقول على الضالين مين. اي الرؤية من هنا أحسن شباب للبلو كيفز كما قاعدين تشوفوا. ما يخيبوش الحق، ما يخيبوش بارك الله، مش مقصرين. عندكم الجبل ذاك اللي متالي، هذيك جزيرة كيفالونيا يا سيدي. شو كلمي شو تبارك الله شو تبارك الله. ودي ديما ديما لازم نذكر لي حتى تونس فيها حاجات كيما هكا، واصبر برشا نعمل في نعمل بوبليسيتي لبلادي بالرغم اللي كلها توانسه قاعد تفرج فيها. امي سيرج نسحق نسحق نعزو الثقه في النفس نتاعنا يعني. اوه اوه لا لا الاول بلاصه شباب تعوم هذيك هي اللي باش نقز منها انا، كان كرارزي يعني في الحجم اللي انا نتخيله من هنا تحسها اوكي، اما كي تطلع غادي نصور باش تبدل تتبدل المأمورية يعني. اما مش خاسرين هنجرب. يلا نشوفكم بعد شوية، ادعيوا لي شباب ادعيوا لفوكم جالي فايش ان شاء الله ما يطيحش يكسم راسه. يلا شباب نشوفكم غادي. Thank you.
وهكا نكون وصلنا لنهاية الفلوق متاعنا شباب. الله غالب حبيت ننقذ ماك البلاصة العالية بالكل كما ريت، وما كان ثم حرف وين كان ثم النخبة هذيك كان ثم حرف ياسر خطير غادي. و أنا حياتي مهمة برشا، مانيش باش نموت ملطوخة على راسي يعني في حفرة متاع مية وكذا. ولا تقريب هذه كانت قاعدتنا يعني في اليونان. الحق يعني إذا كانت نعطيه آراءنا أنا والمدام برجولية شعب كذبي شعب كذبي. كان فما أي واحد فيكم ناوي يمشي معناها الحفرة هذه ما يجيش، امشي لإيطاليا. إيطاليا عندهم نفس البحورات تقريب، حتى الماكلة تنيك في الراس، أما الشعب متحضر، الزبي شعب فرحان، شعب تحسه فرندلي كما يقولوها، شعب يكترث لك. أنا الحفرة هذه ما عادش نطبها وننصح أي إنسان ما يطبهاش. وفوالا نشكركم على حسن متابعة الاستماع، ونشوفكم في فلوق جاي.